راديو أورينت يقدم أورينت كلينيك، تقديم وإعداد إيمان أحمد. مرحبا مستمعينا، ويسعد أوقاتكم الرمضانية، وربنا يهون علينا ويتقبل صيامنا وقيامنا جميعا. وببدأ معكم حلقتنا لليوم من برنامجكم اليومي أورينت كلينيك. حديثنا لليوم حول البشرة ومشاكلها خلال شهر رمضان. بداية خلوني أعرفكم على الجلد. الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو بيزن ما يعادل 4 كيلوغرام، ويقوم بعدد من الوظائف التي تساعد في الحفاظ على الصحة. طبقات الجلد هي تركيبة معقدة من الأنسجة التي تعمل معا لتكون نظام التحكم الأساسي. يساعد الجلد على التحكم وتنظيم درجة حرارة أجسامنا من خلال التعرق وتوسيع الأوعية الدموية حتى يقوم بتبريد الجسم. وعندما يكون جسمك باردا تنقبض هذه الأوعية الدموية من أجل الحفاظ على الحرارة عميقا داخل الجسم. الجلد بطبقاته هو أيضا عضو حسي، فالأطراف العصبية التي على سطحه تقوم بتحسس المعلومات التي من حولنا في البيئة المحيطة توصلها إلى الدماغ. بعد ذلك يقوم الدماغ بترجمة هذه الإشارات العصبية إلى إحساس بالحرارة، البرودة، اللمس، الضغط أو الألم. بالإضافة إلى ذلك يساعد الجلد على مقاومة العدوى عن طريق خلايا اللانجرهانز الموجودة فيه، وهي جزء من جهاز المناعة الذي يقاوم الكائنات التي تغزو الجسم مثل البكتيريا والفيروسات. كما يعتبر الجلد أيضا بمثابة مصنع يستخدم طاقة الشمس لإنتاج فيتامين دال الضروري للعديد من وظائف الجسم. الجلد أيضا هو أكثر من مجرد غطاء جميل للجسم، إنه يمثل حاجزا فيزيائيا وقائيا ضد الميكروبات والمواد السامة، وأوعيته الدموية وغدده العرقية تنظم درجة حرارة الجسم، وخلاياه المناعية تقاوم العدوى. أيضا الخلايا العصبية الدقيقة تكتشف الضغط والحرارة، وخلايا الجلد الأخرى تنتج فيتامين دال. تعرف أكثر، فطبقات الجلد مكونة من أكثر من طبقة، وسنبدأ بالطبقة الخارجية وهي البشرة، وهي عبارة عن طبقة من طبقات الجلد وعبارة عن حاجز فيزيائي واق ورفيع جدا، سمكها مثل سمك قطعة الورق تقريبا. أعلى جزء من البشرة يعرف باسم الطبقة المتقرنة، وهي تتكون من خلايا تسمى الخلايا الكيراتينية. الخلايا الكيراتينية وهي المنتجة لمادة الكيراتين، وهي تشبه خلايا الأظافر والشعر ولكنها أكثر رقة. طبعا سميت بذلك لأنها تنتج بروتينا صلبا يسمى الكيراتين، مكونا درعا خارجيا مرنا. تلعب طبقة البشرة دورا أساسيا في حماية الجسم من أشعة الشمس، وبالتحديد هناك خلايا صبغية تدعى الخلايا الميلانينية عند قاع البشرة. وخلايا الميلانين هذه هي الصبغة التي تمنح الجلد لونه وتساعدنا على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية. أما الطبقة الأخرى فهي الطبقة الوسطى أو القشرة، وهي الطبقة الوسطى من طبقات الجلد، تقع تحت البشرة مباشرة، وهي أكثر سمكا وتحتوي على الكولاجين وأوعية دموية ولمفاوية وأعصاب وبصيلات الشعر والغدد التي تنتج العرق والدهون. أيضا الطبقة الأعمق من طبقات الجلد وهي النسيج الموجود تحت الجلد، والذي يتكون من نسيج ضام ودهون يقع بين القشرة وما تحتها من عضلات وعظام، وهو يحتوي أيضا على أوعية دموية وخلايا دم بيضاء مقاومة للعدوى، ولكن ليس بنفس المقدار الموجود في القشرة. والدهون في الطبقة التي تحت الجلد تخزن المواد الغذائية وتعمل كوسائد للعضلات والعظام. أما عن الأظافر والشعر فهي تعتبر أيضا الأظافر من الجلد، عبارة عن صورة سميكة وصلبة من البشرة. تنشأ خلايا الأظافر من قاع سرير الظفر وهي تموت سريعا، ولكن خلافا للخلايا الكيراتينية فهي لا تتساقط وأكثر قوة من الكيراتين أيضا.
لنحكي أكثر بهالموضوع حيكون معنا الدكتور هاشم الكردي، أخصائي أمراض جلدية وتناسلية. معنا للحديث بهالموضوع أكثر ولنستفيد أكثر الدكتور هاشم الكردي، أخصائي أمراض جلدية وتناسلية. يسعد مساك دكتور وأهلا وسهلا فيك. أهلين يا مرحبا فيك وبالجميع، يا مرحبا. دكتور الحقيقة بدي أبدأ معك يعني من استقلاب الجسم والتغيرات اللي بتطرأ عليه بالشهر الفضيل، لأي درجة بيأثر تغير نظامنا الغذائي برمضان على البشرة؟ بيأثر كتير والله، لأنه الإنسان بيكون متعود على إفراز أنسولين كتير مشان يتفاعل مع ثلاث وجبات، هلأ بصير يأكل تقريبا وجبتين بس بالنهار. نعم. ولا سيما رمضان السنة بعز الصيف رح يجي. ولذلك بتألم الإنسان أول يومين ثلاثة من الجوع والعطش. نعم. بعدين بقل إفراز الأنسولين. وبصير الصيام عادي غير مؤلم. نعم. لكن بالنسبة للعطش حتما هذا ما له حل. بالنسبة للعطش بننصح الناس برمضان انه ما يأكلوا اكل مالح كتير لانه بيعطشهم، ولا سيما مثلا اكل السمك برمضان بيكون بيعطش كتير. اما بالنسبة لقدوم رمضان بفصل الصيف، نعم، انا شخصيا ما يعني ما بنصح حدا يخرج يتسوق او كذا بين الساعه 12 والساعه 4. الشمس بتكون قويه والعطش بيزداد. نعم. ربات البيوت يتسوقوا بكير. بكير مثلا من 9 ل 11 ويرجعوا لبيوتهم، لأنه بتكون الشمس أبرد شوي. نعم. نعم. بيأثر بشكل مباشر على البشرة هالأمر هذا، وشو بيعمل فيها تغيرات؟ هذا بيأثر برمضان وغير رمضان المشي تحت الشمس. نعم. ولذلك مننصح إن النساء إذا اضطروا يمشوا تحت الشمس يغطوا رأسهم مثلا بأوروبا بيغطوا رأسهم بطوائي أش، في بلادنا يغطوا رأسهم بشيء أبيض مشان ما إشاربات بيض مشان ما يمتص أشعة وبيزيد العطش. نعم. وفي أوروبا دائما بنصحوا أنه كل واحد يلبس لكل فصل ملابسه الخاصة المفرفدة جيدة التهوية. قلنا أكل الملح كتير ما كويس، ولا سيما مع السحور نهائيا لازم ما يأكل واحد ملح كتير. نعم. لأنه بيعطش بعد الفترة هذه. بالنسبة للبشرة اللي بننصح فيها مثلا كريم مرطب للوجه أو زيت اللوز. نعم. إذا تعرضوا للشمس قلنا يلبسوا إشاربات ويحطوا على عيونهم نظارات غامقة غامقة اللون مشان تعكس عنهم الأشعة، وملابس مناسبة لكل فصل. صحيح. مفرفدة جيد التهوية، كلها ألوانها فاتحة أفضل. طيب ألوانها دكتور. فاتحة مثلا ما بنصح لبس الجنز والغوامق بالنهار، كمان بيزيد التعرق على الجسم وبيعطش أكثر الألوان الغامقة. نعم. طيب نقص السوائل برمضان دكتور لأي درجة يعني بيزيد مثلا تجفاف الجلد أو تجفاف الشعر؟ يعني لأي درجة بيفرق بين الوقت العادي اللي نحن بنشرب فيه مي كتير بالصيف وبخلال نهار الصيام بيقل معدل شرب المياه؟ أيوة بتعوض نقص السوائل بتتعوض بين الإفطار والسحور. بنصح كل البشر يشربوا أقل شيء لترين في اليوم. وبعدين الأمور الصحية إنه بالأيام العادية غير رمضان
عطشان مش عطشان لازم يشرب كوباية مي كل ساعة. تقريبا حتى لو بفصل الشتاء ما بيعطش الواحد، بس لازم يشرب مي كتير يعادل اللترين، وبالصيف ممكن يشرب أكثر، لأنه هذا بيأثر على بيقولوا النسوان والرجال على إنه مش عطشانين، ولو مش عطشان مشان تروية البشرة ومشان غسيل الكلاوي تنغسل كويس. التيار القوي للمياه وهي عم بتغسل الكلاوي، بتنضف الكلاوي من الرمل من الترسبات، لكن لما الواحد ما يشرب بيكون عنده اللي عندهم استعداد لتشكيل الرمل بالمجاري البولية بالمسالك بيزيد طبعا بشهر رمضان. طيب هل في علامات لتجفاف البشرة؟ البشرة نفسها بتكون جافة. هاي أول ناحية. بعدين كبار السن بيحتاجوا لشرب سوائل أكثر، لأنه كل واحد بس يكبر كمان البشرة بتزداد جفاف. فسواء برمضان وغير رمضان كبار السن بننصحهم يا يلجأوا لمراهم مرطبة أو زيوت مرطبة للجلد، لأنه في كتير حالات حكة بيسموها حكة كبار السن، بحكوا ما عندهم لا أكزيما ولا التهابات ولا شيء، وإنما ناتج عن جفاف الجلد. جفاف الجلد برضو الأكلات الجيدة لجفاف الجلد، خلينا نركز على اللي فيها فيتامين اي بالذات. مثل شو دكتور؟ فيتامين الاكلات اللي فيها فيتامين يعني اي؟ هلا بالايام العاديه ربع سندويش زبده وعسل يوميا، البيضه يوميا، ثلاث اربع معالق صغيره زيت زيتون مليان فيتامين اي. بعدين الجزر بالذات مليان. بعدين في أكلة أمهاتنا كانوا يساووها هلا قليل بيساووها، هو القرع الكبير. القرع كمان مليان فيتامين A، لازم كل بيت كل أسبوع 10 أيام يطبخوه كمان. يعني ممكن يتحضر على الإفطار القرع كطبق رئيسي لحتى يرفع نسبة فيتامين A بالجسم. فيتامين أيوة. ويحسن وضع البشرة. طيب شو طبخات كمان ممكن يعني تستخدمها ست البيت للإفطار؟ السمك كمان مليان كتير في فيتامين A وأوميجا 3، بس ما يتاكل على السحور، يتاكل على الإفطار. نعم. على الإفطار نعم. كمان مليان. وبيضة يوميا لكل بني آدم مفروض كمان في فيتامين A. وكاسة حليب يوميا كمان فيها فيتامين A. قلنا زيت الزيتون والجزر. ربع سندويشة زبدة وعسل، وبالضرورة الواحد يأكل كمية. لا بس يعني في معه وقت ما بين الإفطار والسحور إنه يمشي فيها هاي الأشياء لحتى بشرته تضل محتفظة برطوبة عالية، ما هيك دكتور؟ نعم نعم. الأكلات هينا من عيدهم الجزر والزبدة والعسل وزيت الزيتون مليان فيتامين. مش أمر الدين لازم نركز عليه كمان مليان فيتامين A. نعم يعني بروي العطش. صحيح. كمان هو من المشروبات المفضلة بشهر رمضان يعني. صحيح. المشروب المفضلة. نعم. الناس بالفطرة اكتشفوا على أنه بروي العطش وبعوض فيتامين A. المشمش بتعرفي الأمر الدين عبارة عن مشمش جاف. صح. كمان بعوض. ما بننصح بالمشروب الغازية نهائيا. يبتعدوا عن المشروبات الغازية بفترة الإفطار. أيوة المشروبات الغازية هي بشكل عام ولا سيما يعني المشروبات الغازية اللي فيها السكريات العالية لازم تنشرب.
الحلويات كويسة لابد فيها، لابد عنها. طيب دكتور، للبشرة أي أفضل، الأغذية اللي اللي بتحترق بالجسم بشكل بطيء أم بشكل سريع؟ يعني البشرة منين بتاخد غذائها بشكل أكبر، من أي نوع من أنواع الغذاء؟ شوفي بشكل عام السكريات بتدوب من الأكلات الثانية، من اللحوم ومن كذا. السكر ممكن رأسا تعطي طاقة للجسم، وبنفس الوقت بتخلي الإنسان ينتعش، يكون هابط في رمضان من الجوع والعطش. صحيح. فالحلويات التمر مثلا ملك الأغذية، التين الناشف كمان ملك الأغذية. بسرعة بدوب وبيعطي طاقة. فيتامينات التمر بيحكوا انه فيه حوالي 70 مادة غذائية. جدودنا بالصحراء كانوا عايشين بس على التمر واللبن. واللبن صحيح. وممكن يعيشوا العمر كله على هذا الشيء. صحيح. طيب نعم. دكتور، في ناس بالصيف مع رمضان بتلجأ لأنها يعني كل ما انزعجت بتتحمم كتير وبتحط مي باردة أو مي دافية، أي أفضل للبشرة بهالحالة؟ يعني وقت بيكون في تكرار للاستحمام، هو صايم والدنيا شوب. كمبدأ عام نعم. المياه الساخنة كثير مضرة والمياه الباردة كثير مضرة. نعم. خصوصا للناس اللي مو متعودين. أما عدة دشات في اليوم اشي صحي هذا؟ نعم. بس انا بنصح كل الناس اللي فوق الـ40 واللي صاروا ايام زمان كنا نتحمم اقل، ولا سيما في الشتاء. اما الان كل واحد عنده امكانية، يعني الجيزرات والكذا، انه يتدوش عدة مرات باليوم كذا، عدة مرات باليوم اشي صحي هذا، بيرطب البشرة وبيشيل عنا بس انا حكيت لك انه بشكل عام الناس اللي فوق الـ40 يتدوشوا فقط مع شامبو الاطفال. بشامبو الأطفال. الصوابين العادية كمان تنصح إنها الشامبوات العادية ما بننصح على الأعضاء التناسلية. نعم. طيب دكتور، هل في أمراض يعني فينا نقول مثلا تصبغات، تبقعات ممكن يلاحظها الصائم، أو يعني نتيجة التجفاف، أو بتنشأ بسبب الصيام، وكيف يعني يتجنبوها؟ فقط بالسوائل؟ أنا حكيت لك. نعم. من ناحية غذائية حكيت لك. أي نعم. أما من ناحية هذا، مراعم مرطبة بالنهار وزيت اللوز شخصي. زيت اللوز قبل الخروج مباشرة تحت الشمس دكتور، ولا قبل الخروج بقد ايه؟ قبل الخروج بنص ساعة نحطوه كويس. نعم. زيت اللوز بالذات بيعطي رطوبة لمدة أطول. نعم. وهذا موجود عند العطارين ورخيص. صحيح. صحيح. زيت اللوز بيرطب البشرة. وما بنصح النساء أبدا ميك أب بالنهار لأنه بيتحد مع أشعة الشمس. نعم. وممكن يساوي تصبغات. هي التصبغات هي بتيجي عن ضربات الشمس واتحاد الميك أب مع أشعة الشمس. نعم. خصوصا الكيماو. والتصبغات كمان بتيجي عن خلل في النساء. طيب دكتور، لما يصير في خلل بيساوي تصبغات بالوجه. نعم. طيب احيانا برمضان طبعا النوم بكتير بيتخربط عند ناس كتير، يعني بيصيروا بيفيقوا بالليل بيناموا بنهار، او بسبب انه بيصحوا على السحور وهيك بصير ببلش سواد تحت العين يعني بهالفترة، كيف ممكن نقلل من اثر هالموضوع علينا؟ سواد تحت العين بننصح نصيحة وما ما بتقيدوا فيها. الكحلة للعين مادة مسمة. نعم. صحية. نعم. بتسحول وبتغطي الجفن مع مرور الوقت. نعم. الكحلة أبدا مو صحية، ما بننصح فيها الكيماويات. بعدين أنا حكيت من شوية، المرأة أي مرأة خرجت تحت أشعة الشمس في فصل الصيف لازم تلبس نظارة قاتمة. نعم. سميكة ملونة.
مشان تحمي عيونها، مع الإشارة الأبيض بحميها من أشعة الشمس بالحالة هذه. أما أنه رمضان والتصبغات ما له علاقة. ما في علاقة. أنا ذكرت لك الأشياء اللي بتساوي تصبغات. نعم. اتحاد الميك أب مع أشعة الشمس. الميك أب إذا اضطروا عليه يحطوه بالليل بس، وتكون من مستحضرات أكيد نباتية. نعم. وبمجرد ما وصل البيت لازم ينزال الميك أب، ما يضل على الوجه والبنت تنساه على وجهها. الحقيقة دكتور نصائح كتير قيمة اللي حضرتك تفضلت فيها، سواء من استخدام واقيات الشمس أو يعني بفترة الإفطار كتر المي لحتى مو أقل من 2 لتر على الإفطار. نحاول نستخدم مثل ما تفضلت أكلات فيها فيتامين A مثل السمك مثل القرع، بيضة على الأقل باليوم يعني خلال فترة الإفطار لحتى نعوض فيتامين A وما يصير تجفاف بالبشرة. هي يا أنسة. نعم. شوربت الخضار كمان، شوربت الخضار بكل الفصول، شوربة الخضار هي مضادة للإمساك، هي مطرية للمعدة. يعني شوربة الخضار بالذات الواحد يعبي الطنجرة فاصوليا وبامية وباذنجان وكوسة. نعم. وإلى آخره جميع أنواع الخضار. هي هذه بتكون مع الجزر والبازيلا، هذه ملكة الأغذية وبتعوض الحديد، فقدان الحديد بالجسم. يعني الحديد النباتي، الإنسان بحاجة لحديد نباتي وحديد حيواني. الحديد الحيواني موجود أكثر إشي بالكبدة واللحمة الحمراء. الخروف طبعا في دهن كتير ما بننصحه إلا بالمناسبات. نعم. أما العجل واللحمة قليل الدهن كويس صحي. طبعا كل البشر لازم بعمر متقدم لازم يبتعدوا عن الأكلات اللي فيها دهن كتير. نعم. الحقيقة دكتور هاشم كتير بدي أتشكر مداخلتك معنا والمعلومات القيمة اللي حضرتك أوردتها خلال هالمداخلة حتى الناس تستفيد بهالشهر الفضيل وتتجنب المشاكل اللي ممكن تصير معها، والبشرة بشرتنا زينة لإلنا يعني نحافظ عليها قدر المستطاع. بدي أتشكرك مرة تانية دكتور هاشم الكردي أخصائي أمراض جلدية وتناسلية على وجودك معنا ببرنامج أورينت كلينيك. شكرا للجميع، يا مرحبا. أهلا وسهلا. وخليني أذكركم مستمعينا بالنصائح اللي قالها الدكتور. الحقيقة قال إنه ست البيت تحاول ما تطلع بالفترة بين 12 والأربعة لحتى تتلافى الشمس الحد كتير، تحاول تخلص مشترياتها قبل هيك. كمان نصح الدكتور بزيت اللوز نحطه قبل بنص ساعة من الخروج للشمس، والواقيات الشمسية مهمة كتير لحتى نخفف من تجفاف البشرة. موضوع نقص المياه والجفاف موضوع كتير مهم بالنسبة للبشرة، مو أقل من 2 لتر من الماء لازم يكون يعني مستوى استهلاكنا ما بين فترة الإفطار والسحور. الدكتور نصح كتير بالتمر لأنه فيه حدود يعني 70 مادة غذائية مفيدة جدا، من ضمنها مواد كتير بتفيد البشرة. نصح بشوربة الخضار اللي متضمن الجزر لأنها بتكون بتمنع الإمساك، وطبعا مع نقص المياه برمضان ممكن كتير يصير، فشوربة الخضار يعني إلها أكثر من وجه فائدة، سواء فيتامين A أو موضوع انها بتمنع الامساك. كمان حكى عن امر الدين اللي هو المشمش المجفف، فهو مصدر رئيسي لفيتامين A اللي مفيد كتير للبشرة، وقال انه الاستحمام بالمياه يعني المتوسطة هو افضل شيء وتكراره كتير منيح، ونصح المستمعين اللي اعمارهم من فوق 40 باستعمال شامبوهات الاطفال لانها بتبقى الطف لبشرتهم. نصح ايضا باخذ يعني بيضة واحدة يوميا على الأقل كمان خلال الشهر الفضيل لنخفف أيضا من أو لنرفع فيتامين A اللي بيخفف لنا تجفاف البشرة. كمان نصح بتغطية الشعر خلال فترة الحرارة العالية بالصيف لو بغطاء أبيض أو قبعات يعني لحتى نخفف شوي عن شعرنا الحرارة العالية. ونصح بأكل السمك على الإفطار وليس على السحور لأنه بيعمل عطش. كمان طبخات القرع كتير طبخات مفيدة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم.
مستمعينا. التقيكم أنا بالحلقة الجاية وبترككم هلأ مع تردداتنا. لا تتذكروا كيف تتابعونا وتسمعونا بشكل يومي. باي باي. وبدي أذكركم مستمعينا على طول فيكم تلاقونا وتسمعونا على الترددات التالية: ريف دمشق على 96.7، على 94.6 بإدلب حما وحمص، أما بحلب وريفة على 95.8، على 94.2 باللادقية، بالرقة وريفة على 102، بالقنيطرة وبدرعة وبغالبية ريفة على 99.2، لمستمعينا بالريحانية التركية على 95.8. كمان فيكن تلاقونا على رابط البث المباشر orient-radio.net. أسئلتكن واقتراحاتكن منشوفها على صفحتنا على الفيسبوك Orient Radio. بدي أختم الحقيقة حلقتي معكن لليوم أنا بأورينت كلينيك، ومثل ما قلتلكن نحن يوميا منلتقي مشان ناقش مرض معين أو عضو معين، ويكون في أجوبة لأسئلتكم واستفساراتكم حول صيام رمضان بهالفترة الفضيلة. بلتقيكم أنا بكرة بحلقة جديدة. إيمان أحمد، باي باي. راديو أورينت يقدم أورينت كلينيك، تقديم وإعداد إيمان أحمد.